حقيقة ال 26 من مسلسلات رمضان كانت كلها الحقيقة أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية الاجتماعية الكوميدية اللي فاتوا حلقات امبارح. يقدر يتابع معانا ملخص لأهم أحداث الحلقات ال 26 زي ما تعودنا مع حضراتكم خلال رمضان. كمان أيضا يقدر يتابع معانا أحداث الحلقات ال 11 للمسلسلات اللي بدأت في نص رمضان زي مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي. تعالوا نشوف ملخص لأهم هذه المسلسلات في سياق هذا التقرير. مسلسل تحت الوصاية الحلقة 11 بطولة الفنانة منى زكي، حنان ضربت واحد من رجالة البحرية لما حاول يعتدي عليها وتم إصابته بآلة حادة، وفي المستشفى ساوم حنان إنه مش هيعترف عليها مقابل إنه ياخد ربع إيراد المركب. هو طالب إيه يا عم ربيع؟ المركب، بس هو هيرضى بربع رزق المركب. ربع المركب ده رزق عيالي. أنا اللي غلطان إني جبت كل المركب. قلت إيه يا ريسة؟ هنخش السجن أحسن يا عيد. الكبير أحمد مكي بدأ وضع خطة لتطفيش عريس عمته الكبيرة فحت سما إبراهيم حفن الديب زعيم المطاريد أو كمال أبو ريا خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير قوي، واجتمع بفزاع أو هشام إسماعيل ونفادي أو حاتم صلاح لوضع خطة لتطفيشه وعدم استكمال الخطوبة. أنا خلاص قررت أقتل حفن الديب. وإيه الجديد في جديد؟ ده جنابك أديلك مدة وسنين هتقول الحديد.